حدقوا في الهواء ثم حدقوا مليا وتحسبوا للأسوأ. ليس الخواء وحده ما يتسيد الهواء. ما لا يعلمه الله لا يعلمه الله. شعيرات صغيرة الحجم بالغة الخطورة تعيش بيننا، ليس في السرطان عدوى لكنه ينتقل في الهواء وبحجم شعيرات. جزموا فيها انه هيدي خلص مادي مسرطنة. إن كنتم تعيشون أو عشتم تحت سقف من الإنترنت، منازلكم قد لا تكون آمنة. الوضع حالياً بشكة مزري، الوضع شكة بالعناية الفائقة. عشرات الآلاف يموتون سنوياً بسبب شعيرة واحدة تسللت إلى رئتين. القرية كلها شيل من شيل 100%، أنا عايش برية واحدة. ما هو عدد ضحايا سرطان الإنترنت في لبنان؟ شاهد تحت طائلة المسؤولية. شكا بلدة جميلة، ليس ثمة لبس في هذا الموضوع. بحرها أخاذ وطبيعتها خلابة، ليس ثمة لبس في ذلك سوى أن هواءها ملوث. هواؤها ملوث من معامل صناعية منتشرة على طول ساحلها وساحل القرى المجاورة، ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة لشكا وجوارها. وأنت تتجول في الأحياء الداخلية لبلدة شكا الشمالية، لابد أن تلفت انتباهك ألواح الإنترنت المنتشرة فوق العديد من أسقف المنازل. عندها فقط ستعلم أن هذه البلدة السياحية والصناعية في آن تعيش هي و7000 من أبنائها في خطر محدق. ولكن كيف انتشرت هذه الألواح من الإنترنت في شكا وجوارها؟ ولما هي خطيرة؟ عام 56 ولدت شركة إنترنت لبنان. كان لهذا التاريخ أن يكون يوماً ناصعاً في تاريخ الصناعة اللبنانية، لولا أن المادة التي يصنع منها الإنترنت تبين لاحقاً أنها واحدة من أخطر المواد على الأمن الصحي للبشرية جمعاء. أقفل معمل الإنترنت في لبنان ولم تنتهي تداعياته بعد تماماً، كما في العديد من الدول التي حظرت تصنيعه أو استيراده. فما هي حكاية هذه المادة؟ الإنترنت الأميونت، المادة اللي بتدخل بالإنترنت، هو اللي بيسبب 80% سرطان غشا الرئة، وفي دراسات بتقول إنه كمان بيسبب سرطان رئة. بنفس التقرير تبع منظمة الصحة العالمية مكتوب إنه هاي المادة ما في نسبة تركيز منها concentration يعني منها بالهواء تعتبر آمنة، وينصح بالابتعاد عنها كليا. وزلم رياضة 7 أيام بالأسبوع مش يوم واثنين، لا دخان لا قهوة لا مشروب،
قال لي بس ما معقول ما في ريا سوداء عندك ريا زيرو سيرو ما في شيء. الوضع حاليا بشكة مزري، الوضع شكة بالعناية الفائتة. أربع شخصيات من شكة وجوارها سنتعرف من خلالها على مشكلة بيئية يخطئ من يعتقد أنها تطال منطقة بعينها حصراً، ويخطئ من يعتقد أن المخاطر المترتبة عنها هي أقل من تلك الناجمة عن الحروب والمعارك العبثية. الإترنيت الذي نعرفه في لبنان يقوم على جبل الأسمنت بمادة الأسبستوس، والعلة هي في هذه المادة تحديداً. تستخدم من الأرض بشكل صخرة، لما بنشيلها من الأرض منجم صخرة بحاجة إلى تكرير. طبعاً الصخرة بتبقى ملزق عليها الفيبر الأسبستوس، وممكن تكون هي الصخرة كلياتها مثلاً السيربانتين هي اللي بتعطي الكريزوليت اللي هي المادة أكثر شيء متجر فيها على الصعيد العالمي. هي تستخدم مثل المنجم، مثل ما بتشيل الحديد، مثل ما بتشيل حي الله مادة تانية لا عضوية يعني. التنقيب الأول عن الأسبستوس كان منذ قرابة 4000 عام، على أن استخدام هذه المادة على نطاق واسع انطلق مع نهاية القرن 19. أكبر مناجم الأسبستوس في مقاطعة الكيبك في كندا، فيما تتركز باقي المناجم في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا وجمهورية الاتحاد السوفيتي السابق في القارة الآسيوية. وللأسبستوس أنواع ثلاثة: البني، ويستخرج من مناجم جنوب أفريقيا ويشكل 5% من استهلاك السوق. الأزرق، ويستخرج من أستراليا وجنوب أفريقيا وهو الأخطر على الإطلاق. والأسبستوس الأبيض المعروف بالكريزوتايل، ويشكل قرابة 95% من استهلاك السوق. أول شيء الأسبستوس هي مادة، هي والأميانت مادة واحدة. طبعاً بالأمريكان بيسموها أسبستوس، الأوروبية بيسموها أميانت، وهي متألفة من 6 مواد مختلفة. واحدة منها اللي هي كريزوليت هي أكثر شيء متداول فيها بالسوق يعني كمادة عازلة. خصائصها الكيميائية وتركيبتها الكيميائية بتعطيها خصائص كيميائية وفيزيك يعني مقاومة لعوامل تآكل خارجية، مقاومة للحرارة، وبيجعل منها مادة عازلة كتير مهمة. مادة عازلة للكهرباء مقاومة للحرائق والحرارة، جعلت من الأسبستوس الأبيض عنصراً أساسياً في الكثير من الصناعات والمجالات كالبناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية. كما تستخدم مادة الأسبستوس في صناعة السفن والملابس الواقية من الحريق وكوابح السيارات. للحرير الصخري جدوى اقتصادية مهولة، ولكنه حرير خشن الملمس على صحتنا. فالأسبستوس الذي قيل فيه أنه بودرة سحرية انقلب سحره على ساحر، ليتبين أنه مسبب لواحدة من أخطر الأمراض السرطانية. في الحقيقة الإترنيت بيحوي على معدن هو الأميانت، وهو معدن كتير قاسي وبيمرق بالمجاري الهوائية، ولأنه الحبيبات اللي بتحمله كتير رفيعة بيقدر يوصل لجوات الرية، للأكياس الهوائية ولغشاء الرية يلي موجود بغلف الرية. بهالمنطقة بيكون سبب ب 80 أو 90% للميزوتيليوم يلي هو سرطان الرئة، بقى سرطان غشاء الرئة بالحقيقة. سرطان غشاء الرئة واحدة من الأمراض الناجمة عن الأسبستوس. ثمة أمراض أخرى يسببها أو ثمة شكوك أنه يسببها، ومن بينها القصور في عمل الرئتين ويعرف بمرض الأسبستوس، فضلاً عن سرطان الرئة. كيف بدأ تدخل على جسم الإنسان؟ هون السؤال. هي المادة لما تصنع وتكرر بمعامل إسمنت الأسبستوس بتصير مثل فيبرة، مثل الشعر. طبعاً هلا أثناء التصنيع الشعر ممكن يتنسر بالهواء وبيتجزأ لأجزاء صغيرة. في تقرير قريته مؤخراً لأجنس الحماية البيئة بأمريكا USEPA بيقول إنه هالشعيرة هيدا لما بتتجزأ بالهواء ممكن تعطي غبرة قياسها من 0.1 ميكرومتر لل 10 ميكرومتر. ولازم ننتبه هون لأنه 0.1 لل 10 هيدي هالرينج هيدي خطرة، لأنه اللي مختصين بتلوث الهواء بالغبرة بيعرفوا إنه من 10 لل 5 ميكرومتر
هالغبرة ممكن توصل مثلاً للبرونش مثلاً. كل ما صغرت كل ما دخلت أكثر لجهاز تنفسي وما عادت تعلق بالشعيرات اللي عادة موجودة بجهاز تنفسي لتنطفوا من الغبرة. فالجامية اللي هي بين 3 ميكرومتر وما دون يعني 0.1 ل 3 أو ل 2.5 ميكرومتر ممكن توصل للجيوب الهوائية بقلب الرئة ولحقته وصلت قعدت. فطبعا الجسم بيحاول يقاومها على مدة عشرات السنين بتتراوح بين فرد والتاني يعني بتتغير هيدي المهلة وبعدين بيستسلم الجسم ببلش يطلع أورام مثل أورام سرطانية أو يعني بتعمل إجمالاً بتعمل مرضين يا أما لونج كانسر يا أما شيء اسمه الميزوتيليوما يلي هو التهاب أو كانسر الغشاء الرئوي. دعونا نترجم. لرئتينا مصفات وهي مسؤولة عن تنقية الهواء من الغبار، على أن شعيرة متناهية الصغر وشديدة الخطورة قد تنجح في التسلل عبر هذه المصفات. في حال حصل ذلك ستستقر في غشاء الرئة، عندها سيحاول الجسم أن يقاومها ولكن ذلك سيؤدي إلى إنتاج ورم غالباً ما يكون خبيثاً. مادة الأسبستوس هي مادة مصنفة إنها مادة مسرطنة يعني بتسبب السرطان، يعني جزموا فيها إنه هيدي خلاص مادة مسرطنة. وأكثر من هيك إنه اللي بيشتغل بتلوث الهواء بيعرف إنه عادة العلماء بيحطوا مثلا نسب معينة بالهواء تعتبر مقبولة، إذا في ملوث بنسبة معينة عادة بيكون مقبول، ولكن هيدي المادة بنفس التقرير تبع منظمة الصحة العالمية مكتوب إنه هاي المادة ما في نسبة تركيز منها concentration يعني منها بالهواء تعتبر آمنة وينصح بالابتعاد عنها كليا. هذا حرفيا اللي إجا بالنص باللغة الإنجليزية. مادة مسرطنة لم تتوانى العديد من الدول على حظرها وبأنواعها الثلاثة. حصل ذلك تباعاً وعلى مر السنين بعدما أثبتت الدراسات منذ منتصف الستينات خطورتها. أول الدول التي منعتها كانت أيسلند عام 83، ثم تولت الدول الأوروبية التي أدخلت الأسبستوس على لائحة الحظر تصنيعاً واستيراداً، حيث كانت رومانيا آخر هذه الدول الأوروبية. بعرف أنه بالتسعينات بلش يبين أنه فيها مشكلة، في كذا دولة وقفت استعمالها بالتسعينات، منعت استعمالها. في دول دلت للألفين للألفين وخمسة تمنعت استعمالها. طبعاً في بلدان يمكن بعدها سامحة فيها، بس بدنا نشوف ساعتها كيف هالبلدان عم تعمل إدارة لاستعمالها. كندا البلد المصدر للأسبستوس لم تحضره بعد، ولو أن الحكومة المنتخبة في مقاطعة الكيبيك تعهدت عام 2012 إقفال أكبر مناجم هذه المادة، أما جارتها الولايات المتحدة فقامت بحظر عدد من المنتوجات التي تحوي الأسبستوس وأبقت على أخرى. يأتي ذلك في ظل ما كشفه التحقيق الاستقصائي Dangers in Dust، مخاطر في الغبار، الذي بيّنت تقديراته العلمية أن عدد الوفيات الناجمة عن الأسبستوس سيبلغ 10 ملايين بحلول عام 2030. هذا التحقيق الاستقصائي الذي نال جوائز من هيئة الإذاعة البريطانية والكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين كشف عما سماه مؤامرة الأسبستوس التي يقودها لوب خاص أنفق 100 مليون دولار لترويج هذه المادة المسرطنة بوصفها مادة آمنة، خصوصا أنه حتى الدول الأوروبية تأخرت عن إقراره 40 عام في ظل تواطؤ منظمة التجارة العالمية بحسب تحقيق آخر للليموند. وكانت فرنسا قد ضجت عام 2012 بقضية القيادية السابقة في الحزب الاشتراكي وأول أنثى تتبوأ منصب رئيس وزراء وهي مارتين أوبري، التي أدينت قضائياً لعلاقتها بما يعرف بفضيحة الأسبستوس التي نجم عنها معدل وفيات يقارب 3000 سنوياً حتى يومنا هذا بسبب التعرض لهذه المادة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. بفرنسا كانوا عاملين جامعة جوسيو بفرنسا، عاملينها بإترنيت، سقفة بإترنيت، عملوا فضيحة طويلة عريضة، وبسنة 2005 هالدول الجامعة بطلوا يستعملوها، يعني بالتالي في ضرر منه. أفضل البيوت ما تكونش سقفة إترنيت لأنها بتتعرض للسقعة وللشوب، وبالتالي بتتفتفت وبتهرهر، واللي عم يتنفس يمكن، أنا ما أجينيش ولا أي حالة من هالنوع، بس يمكن يكون إلى تأثير مثل ما بتعرف، لأنه بده وقت طويل، يعني أول حالة بده وقت تتبين. هذا هو الحال عالمياً، فكيف هو الحال في لبنان؟ وما هو موقف وزارة البيئة ومديرية حماية المستهلك وبلدية شكة؟ وما هو حال المصابين بسرطان غشاء الرئة؟
الناجم غالبا عن التعرض للإسبستوس. شك الجميلة تختنق بالإترنيت. وضع حاليا بشكة مزري، الوضع شك بالعناية الفائقة. الإترنيت مصنوع من مادة الإسبستوس المسرطنة بحسب منظمة الصحة العالمية. بنفس التقرير تبع منظمة الصحة العالمية مكتوب إنه هاي المادة ما في نسبة تركيز منها بالهواء تعتبر آمنة وينصح بالابتعاد عنها كليا. المادة اللي بتدخل بالإترنيت هو اللي بيسبب 80% سرطان غشا الرئة. العديد من الدول قامت بحظر هذه المادة كليا بأنواعها الثلاثة وبجميع المنتجات التي تحتويها. في كذا دولة وقفت استعمالها بالتسعينات. فأين شكا وجوارها وأين لبنان من كل الاتفاقيات البيئية والصحية والدراسات الطبية؟ قبل كل ذلك، إلى ما انتهى مصنع الإترنيت فيها الذي أسسه عام 56 رجل سويسري يدعى شميت هايني، قبل أن يقوم ببيعه عام 82 لمجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين بأبخس الأثمان بعد اكتشاف الأثار السرطانية للإسبستوس في أوروبا، ليعود المصنع ويقفل أبوابه مطلع الألفية الثانية نتيجة إفلاسه. ولكن ما بين كل هذه السنوات حصلت أمور كثيرة كان لها بالغ الأثر على العمال وسكان شكة، ولما لا عموم الشعب اللبناني. في عمال ما قبضوا تعويضاتهم ومرضوا وما حدا بيحكمهم، مين بده يطلع فيهم؟ في عمال ماتوا وما قبضوا تعويضاتهم، في عمال اليوم موجودين ومرضى وما حدا بيطلع فيهم. طب هودي كلياتهم استاذ رياض، شو بدنا نعمل فيهم؟ مين بده يطلع فيهم؟ إذا ما في دولة تنتبه لهالموضوع هذا وتيجي تعمل تقرير عن هالناس هودي وتساعدهم، ما أنت في ناس كل جمعة بدها تموت، كل أسبوع في ناس عم بتموت، مش بشكة بس. إترنيت كانت تضم 700 عامل من كل المناطق. عند الناشط البيئي في شكة بيير شاهين سنلتقي عددا من العمال الذين يشكون لنا ضياع تعويضاتهم التي لم تدفعها لهم شركة الإترنيت. شغل في الشركة 46 سنة. أخوك شو أخوك أحمد؟ أخوي أحمد سلو وتوفى. وهم لا يتحدثون عن تعويضات صحية كتلك التي يدفعونها في أوروبا كتعويض عن سرطان قد يصابون به، أو كعطل وضرر لرفاق لهم قضوا من جراء سرطان غشاء الرئة. هم يتحدثون عن تعويضات شهور وأحيانا سنوات عملوا فيها من دون تقاضي رواتبهم. عندك أنطوان عين، أنطوان عين مات كما أنطوان عين، أنطوان عين مات له 79 مليون وكذا. هيدا شو 79 مليون بس ما بفهمش، هيدي أشهر شاغلها هو بالشركة. غير تعويض، غير تعويض. يعني خلال شغلك هيدا شو الصعوبات اللي كنت تواجهها؟ الشغل كنا نفوت بالمكانات الغبره والجيه والواحد من ورا هالشاري. هيدي صور معي على عيسمي مي، بلا صور معي مي على ظهري اتحكم مثل بيروت وكذا. بس اي سنه بلح من مدرسه سنتين. جورج حرب الرجل الستيني هو واحد من هؤلاء العمال ممن كان يامل بسنوات تقاعد هانئه على ان مرض الاسبستوس او القصور في عمل الرئه كان في انتظاره. هلا عم يعني كله بس وقفت صار معك؟ اكيد بعد كان اشتغل استشب وعني الكل طلعنا صار معي مي على ظهري، ما بعرف ايش سموه على جسمي، تعذبت كثير ويا الله دخيل وشو نجاني. المأزي والخبيث انه هلا صار لها سنين طويله سكرت شركه الاترنيت، بس اوقات الامراض بتبين 20 سنه بعد ما يكون الشخص ترك الشغل تبعه، وبعض الاحيان مش بس الشخص اللي كان متعرض، عائلته اللي حده، لانه غبار الاترنيت بضل على الثياب. في مره اجت مريضه لعندي، هي مش ساكنه بشكه، هي ساكنه بالكوره،
واجت عندها مي غشريه. هلا انا ما فكرتش بهال لانه لا لنا شغله بالشركه ولا شيء، بس بالتدقيق والبحث تبين لانه زوجها كان بيشتغل وبيجيب ثيابه كلهم غبره، هي بتنفضهم يوم على يوم يوم على يوم، التراكم عمل لها ترسبات وعملت سرطان بغشريه. حتى عائلة العمال عرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن الأسبستوس، وهي أمراض قد تستغرق دهراً لتفتك بأجسادهم. أما المواد الخام من الأسبستوس أي البودرة التي كانت موجودة في المصنع فقد تم طمرها، ولكن بأي طريقة؟ عشوائياً. كان الإترنيت كانت تتكبها هونيك، بعدين عملوا مطمر زبالة فوقه وانطمر وانتهى. هذا بحماد. عشوائياً تم طمر هباب الأسبستوس الأكثر خطورة وقدرة على الانتشار. كل ذلك فيما المنتجات المصنعة من الأسبستوس مكدسة في شركة الإترنيت موضع الحجز القضائي، مكدسة قبالة الطريق السريع. في 11 من أيلول يوم ضربت طائرتان مركز التجارة العالمي في نيويورك، استيقظ أبناء نيويورك في صباح اليوم التالي على كارثة بيئية لا تقل خطورة عما سبقها، وقد يفوق عدد ضحاياها في السنوات المقبلة 3000 الذين قضوا في ذلك اليوم المرعب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 5 رجال إطفاء توفوا من جراء مرض السرطان بعد 3 أشهر من مشاركتهم في عملية الإنقاذ، فيما التقديرات تتحدث عن تعرض قرابة 70,000 نسمة لغبار كثيف فيه الكثير من مادة الأسبستوس التي كانت مستخدمة في غير مجال في البرجين الأطول في نيويورك يومها. بعيداً عن هذا السيناريو الكارثي وبعيداً عن نيويورك، نعود إلى شكة لنحاول أن نستطلع نسبة التلوث بمادة الأسبستوس فيها. نحن هلأ مش ما بنعرف بالضيعة قديش متعرضين، يعني هلأ إذا بتقلي أنا حتى أنا عالم بعرف بهيدي بتلوث الهواء بالغبرة، إذا بتقلي قديش فيه ما فيي قلك، بدك exposure assessment، exposure للمصنع لأنه المصنع بعده موجود وبعده الإنترنت مكشوف، واكسبوجر بالبيوت يعني الناس هي اللي ببيوتها قديش عندها قديش معقول تكون متعرضه. هذه دراسات تنقام في الوزارات تقوم فيها. لم يكن هناك محاولات اصلا لتحديد نسبه التلوث. ماذا إذن عن عدد المصابين بالامراض السرطانيه او الذين توفوا من جراء هذه الامراض؟ انا معلوماتي في عندنا بشكه 175 حاله سرطانيه بشكه. مستند على شو؟ أنا مستند على الشخص يلي بيجيب لهم إعانات من وزارة الصحة. يعني وزارة الصحة بتعطيهم إعانات؟ أكيد بالواسطة بطبيعة الحال، خلينا بس عم تعطيهم يعني الوزير. هذا سرطان أسبستوس معهم يعني ولا شو؟ في منهم سرطان أسبستوس الأكترية، الأكترية سرطان صدر يعني مش أنت الناس تفهمها كليتها، وفي سرطان عدة أنواع سرطان تاني يعني، بس الأغلبية كليتها بال بس يكون في ناس من هالحالات ما لهم علاقة بسرطان الأسبستوس. إيه ما عم بقول لك كليتهم، بس عم بقول لك كم حالة سرطانية بشكل شيء مخيف بفرد ضيعة يكون فيها 175 إصابة بالسرطان. ما نهيني أبدا يعني كلمة تنقال يعني هيدي منطقة أوقات ما فيها الآن كيف بتكون فرد ضيعة؟ معناتها شكة فيها وباء معين لازم نعالجه، وهالوباء منه موجود بالإسمنت، أثبت إنه منه موجود بالإسمنت بالشركات الإسمنت، إذا موجود بشيء تاني، الشيء التاني الموجود فيه هو الأسبستوس. يعني الناس بوقتها لما إجى هالمصنع، المصنع اتعمر بعتقد سنة 1950 وتسكر بأوائل سنة 2000 أو أواخر التسعينات. تسكر بسبب إفلاس مش بسبب أنه اكتشفوا أنه المادة مضرة. وللأسف أنا بقول من وقتها لحد هلأ ما صار في
أي خطوة نحو اكتشاف نسبة الناس المتعرضة أو اللي تعرضت. يعني من عنا بلبنان ما حدا إجا مثلا وشفنا أنه سأل على القليلة هالناس اللي اشتغلت عم بيموتوا مش عم بيموتوا شو عم بيصير فيهم. بس نحن أولاد المنطقة بنعرف كتير منيح أنه في نسبة كتير عالية من الميزوتيليوما عنا. هلأ أنا ما فيي كعالم إجزم إذا مرتبطة 100% بالأسبستوس ولا لا، داشي الحالات ولا لا، هيدي أكيد بدها صار دراسة. ولكن معروف أنه في بعض الأمراض مثل الميزوتيليوما واللون كانسر نسبتهم ترتفع بوجود هيدي المادة. لا أرقام رسمية أيضا. هكذا لجأنا إلى ابنة المنطقة دكتورة مارلين أخصائية الجهاز التنفسي. وقت اللي جيت على لبنان سنة بعد ما جيت إجاني أول حالة مرضية، شخص عمره 60 سنة كان بيشتغل بشركة الإنترنت وعنده مية عغي شرية، بقى يعني شكيت بالموضوع بس فكرت إنه القصة بعيدة لأني مش حاسة ما كنتش عندي خبرة قوية بالموضوع. بقى عملنا زرع الغشاء الريه وطلع فعلا عنده هالمرض. وبهالسنه اللي مرقت هلا حالتين جديد اجوا لعندي وعندهم هالمرض وقدرنا يعني شخصناه بواسطه نادوره وخزعان اخذت على المختبر وتاكد وجود هالمرض. وبالسنه بنشوف على القليله 4-5 حالات، وهيدي نسبه كثير كبيره نسبه لمرض مبدئيا بالعالم ما نش هالقد منه كثير ولا هالقد منه مفش. هي نسبه مرتفعه إذن لنا ان نفهمها عندما نعلم أن شركة الإنترنت في عهد الإدارة اللبنانية ساهمت في انتشار المادة الخام أي البودرة الهباب على نطاق أوسع في شكة وجوارها. أنا بعرف مثلا شو في بضيعتي، بقلب بضيعتي الناس انبسطت بوجودها للمادة وبلشت تستعملها وين ما كان، يعني كمادة كصب قدام البيوت وإلى آخره. واليوم التعرض لها مش بس بيصير بالمصنع طبعا، يعني اليوم التعرض لها بيصير بقلب البيت، بيصير أنت وجايب المادة من المصنع. في دراسات حتى عن النسوان يلي كانت تنظف ثياب رجالها يلي كانت تشتغل بالمصانع كيف كانت تنصاب حتى هي وكانت تتعرض لقلب وتموت. مشان هيك اي نسبه منها موجوده بالهواء هي لازم ننتبه منها لانه ما في نسبه تعتبر امنه. لا انا ما بشتغل بالمعمل، انا سكان شكه وعايش حياتي مثل اي فرد من هالمجتمع هون. بس المواد اللي هي كانت تطلع منها كنا مثل الشباب نروح نجيب هالمواد البودرة بالفترة 80-81 نروح نجيب هالمواد البودرة لأن احنا ما عنا معلومات عنا ونجيب بس نفرشها. فكر حالنا نطلع نصب بطون قدام البيت نصب نرتب ننظف ونرشها ماي وصير صلبي بعدين يصير مثل البطون. يعني حتى في ناس جيراننا فرشوا طريق تمشي عليها سيارات ما لكن نروح نتقاتل بالدور مثل انا نجيب اوف عم جيب شيء كنز. شو عجبكم فيها الماده؟ هي عمليه توفير بدل ما اني اروح اشتري سمنت وراملو بحص واجبل وهذا عمليه توفير عم جيبها مجانا. هلا هني كانوا كشركه عندهم كب خاص فيها انه يكبوها. نحن وقت نشتريها انه مش نشتريها نجيبها من المعمل قبل ما يروح يكبوها نتعذب نحن لمحل بعيد نجيبها. هي كل الهدف نوقف بالشركه يعني حتى لو اذا ما بدنا نستجديهم تيعطونا فينا بس يكبوا امروا على المكب نجيبه ونيجي بدون منيتهم. يعني العمليه بقلب الشركه عمليه انه تنوفر المشوار نروح نجيب هاي كل القصه. واللي عنده مثل اذا في نفوذ يعني بتصير له يلا المسؤول الموجود هونيك تبع اللي بده يكبهم تاخذها انت قبل تاخذها انت كذا. باخوس هو واحد من ابناء شكه ممن دفعوا في استخدام هذه الماده لاغراض شخصيه وقاموا بطحنها وبجبلها مع الاسمنت. ولكن باخوس اكتشف منذ 3 أعوام أنه مصاب بسرطان غشاء الرئة. ما صار معك لا. متين بلش حوالي؟ من ثلاث سنين حتى بالصدفة. بعد 15 سنة. بدون أي أوجاع بدون بعد 30 سنة. بعد 30 سنة. بعد 27 سنة. أوكي. لا أوجاع ولا أي عوارض ولا أي شيء أبداً. يعني بعد ما انا فت بهذا المرض وبلشنا نسال عنه ونشوف وهذا طلع انه هاي الماده بالذات بتخبط ل 15 و20 سنه بجسم الانسان ما بيشعر شيء بس هي تكون نفسها. يعني بتكون نفسها مثل ما شبه لي الدكتور اللي انا بتوصل عليه حكمني انه بتصير مثل هي تعطي خلايا. عم بشتغل طبيعي كنت ورياضه ماشي وحياتي طبيعيه كثير ممتازه. صرت لفترة أني صرت إذا عم بطلع درج عم بتعب، إذا عم صرت أركض شوي مثلا كنا نركض ساعة ساعتين
لا خفت المستوى. بدي نفس، نحس حالي انه عم يضيع خلقي. بقى عم بعمل فحوصات تشوف انه يمكن، صرت اشعر بشكي نتفي بخسارتي. اول شيء رحت عند حكيم للكلى او لشيء المسالك البوليه، فكر شيء بحص او رمل او شيء. قال لي نحن نعمل صوره. نحن عم نعمل صوره، ما لقيت الا الاطباء والاكيب تبع محل التصوير وقفوا كلنا على ايدينا يتأجوا. قلت فش صاير معي؟ انا صرت اتساءل انه شو عم يصير برا، العالم تجمعت. بعد ما خلصنا وطلعنا اجى مسؤول الاشعه عندي قال لي انت كيف عايش؟ قلت له عايش كيف عايش؟ قال لي قد ايه بتدخن بالنهار؟ قلت له ما بعرفها بايدي السيجاره. وزلم رياضه 7 ايام بالاسبوع مش يوم واثنين، لا دخان لا قهوه لا مشروب. يعني المشروب اذا بيشرب مثل اي عائله نهار احد كيس او كيسين ماشي، يعني حياتي كتير كتير طبيعيه. قال لي بس ما معقول، ما في ريا سودا، عندك ريا زيرو سيرو، ما في شيء، ما في اكسجين فيها، ما في شيء اسمه. قلت له ما بعرف، انت هلا انت حتى تصرفكم انا اشوف ايش كنت تعملوا اعملوا. قال لي عن جد ما عم تشتغل؟ قلت له اكثر شغله انه هي ضيقة النفس بس، عم بحس حالي انه هالفتره عم بتعب، وفتره كثير زمنيه قليله، يعني مش انه قعدت شي سنه انا ومنها يا اشكي، يعني او فتره شهر شهرين بلشت تحس هالموضوع. ودغري التجأت لحكيم تشوف القصه وهيك صارت. بقى عملوا العمليه الجراحيه ونطفوا هيدا، ومن ضمن التنظيم بياخذوا هني عينيات للزراعه زرع وهيدا. اجت النتيجه بعد 25 يوم انه لا في كانسر بالغشاء مش بقلب الريا. قلب الريا من سبب الالتهابات اللي صايره عملت المي، بس المي اللي هي هيدي الجامده شوي هي كانت مكونه عن صار لها فتره زمنيه حوالي 8 شهور وانا ما معي خبر فيها. بل يمكن مناعتي الرياضيه ما خلتني اشعر بكسل، يمكن السنه بعمر عم بقدر. كيف لشكة أن تتخلص من هذه المادة المنتشرة في شوارعها وعلى أسطح منازلها؟ كيف لها أن تتخلص من سرطان يتغلغل في بيوتها؟ هل الأمر ببساطة وبداهة إزالة المادة؟ أم أن الأمور أكثر تعقيداً وتحتاج إلى شجاعة باخوس في مواجهة سرطان يحاول أن يفتك به؟ هل يعي اللبنانيون خطورة هذه المادة؟ أم أنها تستورد تهريباً وتباع على نحو غير شرعي؟ معمل الإترنيت في شكا أفلس وهو مغفل، ولكن ركامه مطمور كيفما اتفق. أما منتجاته فمعروضة على الطريق العام. مش تعويض، هدول شغلين. عشرات الإصابات السرطانية في شكا وحدها. وبالسنة بنشوف على القليل 4-5 حالات، وهيدا نسبة كتير كبيرة نسبة لمرض مبدئيا بالعالم منوش هالقد منه كتير ولا هالقد منه مفش. صار معي موي على ظهري ما بعرف إيش معايشني. تعذبت كثير ويا الله دخيله نجيني. اجت النتيجه بعد 25 يوم انه لا في كانسر. باخوس يدفع بشجاعته في مواجهه سرطان الاسبستوس، فكيف واجهت وتواجه بلديه شكا هذه الافه البيئيه التي تهدد الامن الصحي لشكا وجوارها؟ نحن كبلديه كانوا شغله عاديه، يعني كان مثلا في واحد عنده كسارة يجيب كسر الإيتانيت الأسبستوس ويعملها كسارة ويعمل حجر خفان ويعمروا البيوت. لك بالبداية كيف كان يتصرفوا؟ كان اللي بده يعمل طريق قدام بيته، إذا بيته بعيد عن الطريق شي 5-16 أمتار، كان يجيب البودرة هي اللي بتسبب المشكل ويفرشها قدام بيته ويرشها مي ويعمل طريق. اللي بده يعمل فرندا كان يعمل يجيب الأسبستوس. صار كل يعني المنطقة خيرة شبابها انضربت وانقطعت وماتت بسبب هالأسبستوس. في تقديرات قديش نسبة الناس اللي تعرضوا للمرض ده صار؟ ما عندي شيء محدد، بس أنا بأكد لك إنه لا يقل عن 30% أو يمكن أكثر من الشباب اللي اشتغلت توفت بهالمرض الريا اللي هي تسببه الأسبستوس. We'll be right back.
على أن الإترنيت ومادته المسرطنة المتمثلة في الإسبستوس ليست مشكلة شكة وجوارها فقط، فثمة عدد من البيوت في القرى وبنسبة أقل في المدن لا تزال تستخدم هذه المادة. ماذا عن إمدادات البنية التحتية؟ ماذا عن معايير السلامة العامة في شروط البناء؟ وفوق كل ذلك، هل حظر لبنان هذه المادة التي حظرتها دول عربية مجاورة من بينها السعودية والأردن وسلطنة عمان؟ أم أنها لا تزال متاحة؟ البداية كانت من نقابة المهندسين التي أحالتنا إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدعوى أنها نقابة تراقب عمل المهندسين لا نوعية البناء. كمواد خام، هذه المواد تخضع باستيرادها وبتخزينها وباستعمالها بالتصنيع تخضع لإجازة مسبقة من وزارة البيئة. فإذا هذا القيد العام اللي موجود على المادة، المواد المضرة اللي ممكن تنوجد بالإترنيت أو بغيرها من الصناعات اللي هي تستورد تحت رقابة وزارة البيئة بإجازة مسبقة. هلأ كإترنيت موجود بالأسواق اللبنانية وبين بالمجتمع اللبناني حاليا ما في مواصفة أو ما في نص قانوني ملزم بيقول إنه هيدي المادة في خطورة معينة أو في احتياطات معينة أو في قيود معينة بدها تخضع لها. في حاليا ثلاث مواصفات معنيين بهيدي المادة وبالمواد المشابهة صادرة عن لبنور، عن مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية، ولكن هيدي المواصفات هي غير ملزمة لحد هلأ، لأنه لازم تصير ملزمة تصدر بمرسوم عن مجلس وزراء. وفقا للقرار 174/1 الصادر عن وزارة البيئة، منعت الحكومة اللبنانية استيراد المواد الخام أو المنتجات التي تحوي الإسبستوس الأزرق والبني، وسمحت فقط باستيراد الإسبست الأبيض ومنتجاته شرطا يجري ذلك بإشراف وزارة البيئة. هذا هو القرار الساري حتى اللحظة، ما دامت المعايير التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا تزال مجهولة وغير ملزمة. ب 98 وزارة الصحة وزارة البيئة أصدرت القرار 174/1 اللي هو منع استيراد بعض أنواع الأسبستوس. نحن بنعرف أنه في ثلاث أنواع، هن عوايل مش أنواع بس، في الأبيض الكريزوتيل، في الأزرق، وفي البني، هذا بيسموه سيربنتاينز، هو اللي على شكل ألياف، يعني كل شيء على شكل ألياف بشكل خطر، ما في شكل ألياف ما بشكل خطر. هلأ منعت كل أنواع الأسبستوس، الأموزايت والكريسيدولايت اللي هو البني والأزرق، منعاً باتاً إدخالها، أساساً استعمالها قليل، سمحت بس بالأسبستوس. لقلك صراحة أنا حديت، نحن إذا ما بلغنا لبنور ما بنعرف، ما بنقدر نعرف. هلا انا كل اللي هالاشياء هيدي اللي فيها خطوره، مثلا كيماويات، هذا كله كنت انا عم شارك فيها، ما عبنا انه كان في لي ما تحول لي، ما بعرف كانه تحول لغيري، بس ما عندي فكره. مسموح بس استيراد الاترنيت الابيض لحديت هلا؟ نعم، لا مش الاترنيت، الكريزوتيل، يعني الحرير الصخري الاميونت، هي الا ثلاث اسامي. اوكي، الاميونت الابيض، الاميونت الابيض او الكريزوتيل او الحرير الصخري الابيض، هو اسمه حرير الصخري باللغه العربيه. كمواد خام ولا كمواد خام وكاترنيت مسموح؟ هيدا ايه مسموح كله، هيدا قلت لك، بس الممنوع هو ادخال الانواع الثانيه الملونه وشيء اللي فيه بودره الفلوكاج. بس اللي فيه بودره، بس ما هو ممكن يجي بودره كمان؟ لا، هو غير التي تحتوي، البودرة التي تحتوي على الأميونت. على الأميونت. أوكي. هيك وردة حرفيا. هو كيف بيجي الأميونت؟ هو بيجي هو مينرال، إيه هو بيجي بتحسه هيك مثل الليفة، مثل السيفة هيك شكله. أوكي. بس هيدا بيور. هذا المادة الخام. إيه المادة الخام، وما كنا نسمح لمين ما كان يجيبها، يعني بس لهالشركة لأنه كانت تجيب. بس هلا مين؟ ما حدا عم بيجيب. هلا من حال من 2006 نحن اول شيء لقلك صراحة ولا نهار خففنا من خوفنا من هالمادة هيدي، بس اللي طملنا بالك وزارة بيئة هو انه من خلال الجمارك لم تحال ولا قضية استيراد.
ولا قضية استيراد إلى وزارة البيئة لهالأنواع من سنة 2006 لحد 2014. إنه ما أحيل. إيه وبالتالي ما لا يعلمه الله لا يعلمه الله. ما لا يعلمه الله لا يعلمه الله. حاشا الله. ولكن ثمة أمورا كثيرة تغيب عن وزارة البيئة، وفيها أن الأسبستوس الأبيض منه والبني يستورد على نحو غير شرعي، أي تهريبا وباعتراف تجاره في العاصمة بيروت. ليه غالي هيك؟ ليه غالي؟ هو غالي بالأساس. مش الحديد، بطون. إيه بطون مش ما بصنعوه هون؟ لا، بتركيا. بتركيا؟ في تركيا وفي يوناني. يستوردون يعني؟ تركيا ويوناني؟ فيش معامل هون؟ اللي كان هون سكر صار بتركيا. لن تجدوا ألواح الأترنيت في منازل الأغنياء في المدينة ولا حتى في القرى، ستجدونها فقط فوق منازل الفقراء. أما في شكة وجوارها حيث تكمن خصوصيتها، فستجدون هذه الألواح وقد تآكلت مع الزمن، والكسور تحيط بها وهبابها وشعيراتها تتطاير في الهواء. فما هي الإجراءات التي اتخذتها البلدية لإزالتها؟ أخذنا قرار بإزالتنا، وكل واحد بيتقدم منا وطالبين من الكل انه نقيم نعمل ارميد او ما يعادل او بلاستيك او ما يعادل. بس اذا سقف الدرج مثلا بدهن يقيم الاسبست الاترنيت بده يحط ارميد، ما نفوت معه كتير بالقانون، يعني احسن ما ينضر هو عائلته. نتساير شوي تكون عمل صلح اموره. بس انا بقول لك بالبدايه مش شكه بس، وين ما تروح تضيع الحوالي شكة وأكثر، كل خيام كل سقف كل هالجراجات الهنجرات كلها أسبستوس كل المنطقة. أي يعني إذا الناس اللي قاعدة بشكة المفروض إنه ما تفكوا، يعني لأنه هيدي شغلة بدها أخصائية. في كذا تقرير من الـ USEPA وكالة حماية البيئة الأمريكانية بيقول أنه أنت عم تشتغل بهالمادة، يعني أنت عم تشيل عم تفك عم تنشر، المفروض أنك تخفف قدر الإمكان تناسب الغبار تبعه، وهذا شيء طبيعي لأنه هي غبرة اللي بتقتل. فبينصح مثلا باستعمال أدوات دايما فيها مي، يعني دايما ترطيب، يكون دايما عم تشتغل ب هيوميد اتموسفير أو تستعمل المي دايما مشان ما تخلي هالغبرة تطلع. فهيدي بدها أخصائية، ما في مين مكان يجي يعملها. حتى أنا مش مخول إجي هلأ وقعد فكفك بالخيام أو شيل صبيت أسبستوس. من أين تأتي شكة بفرق متخصصة؟ نحيل السؤال إلى رئيس بلديتها. ما أنا متوقع شيء من أبداً من الدولة. ليه؟ أنت شو متوقع من الدولة؟ لا يتوقع رئيس بلدية شكة من الدولة شيئاً، هو موقف مفهوم، ولكنه لا يعفي وزارة البيئة على أقل تقدير من مسؤوليتها. اقترحنا كمواد اترنيت موجودة أو بريكس لاينينغز أو غيره أنه تشحن إلى بلد قادر على معالجتها النهائية السليمة بيئياً وفقاً لمعاهدة بازل والقانون 387. بيسمح أنا، لأنه لألك صراحة في دول تقبل تستقبل منها طبعاً اللي بيعتت لنا إياها أكثر شيء كندا وغيره. في ينعمل بشكل هلأ أنه ينعرض على معالي الوزير ومنه على جانب مجلس الوزراء، أنه بس طبعا مش بقدراتنا الذاتية لأنه ما عندنا موظفين كفاية، ينعمل مثل ما شراكة بين القطاع العام وبين القطاع الخاص. جمعيات بيئية تنبعد تتدرب مثلا بالأوشا USEPA بأمريكا أو بأوروبا على هالشغلات هيدي، وبالصدفة أي طلب لوزارة البيئة لإتلاف الإسمنت شرفوا يا شباب، عملوا اللازم، بيكونوا هن لابسين حمين حالهم، بيضلوا رشين عليه ماء إذا بدهم يقصوا أو شيء، بيجمعوا اللي عم يطلع كله بيحطوه بكونتينرز مسكرين، بيضلوا رطبين،
شو بدنا نعمل فيه؟ تصوري لحل هذه المشكلة مفروض الدولة تعمل لجنة طوارئ بهالخصوص هذا، لأن في عندنا المطمر الإترنيت يمكن ما حدا حكي فيه، في وادي حامات مليان إترنيت ريزيدو إترنيت، يعني غبرة، يعني غبرة مطمورة. الأهم إنه يلاقوا هالشركة بعد فيها كميات هائلة كتير من الأقساطر كانت منبيعها العراق أو ما يعادل، وبعدها موجودة بالأرض. ما إنه بس يلا نفكها للشركة ونترك كل شيء بأرضه، لا ما بيصير هذا. لا لازم يكون في شيء من الدولة تجبر هالقساطر يلاقوا لها حل، تنباع بصرف الصحي، في حلول، بس إنما تضل هيك هيدي بتشكل خطر. أنا برأيي بتشكل خطر. يا ريت بيصير في نوع من إحصاء عن عدد الناس اللي ماتوا فيها. الناس لازم تعرف إنه كمان تلوث الهواء منه محدود، ما في له حدود. يعني تلوث الهواء إذا كان مصدر من هون ممكن يروح لمحل تاني ويأذي. فلازم يكون في حركة شاملة. أنا برأيي لازم على صعيد البلديات تبلش الحركة. وأكيد وزارة الصحة لازم تتدخل، وزارة البيئة لازم تتدخل. أما وزارة الصناعة ما بعرف يعني قديش بعد إلى مسؤولية بالموضوع، يعني لأنه هيدي الصناعة كانت موجودة. بعيدا من التوصية والأمنيات، يبقى باخوس وهو يصارع في ميدان المستشفيات الأثار المترتبة عن هذه المادة، وهو يعلم أن التوصية والأمنيات بغياب الأفعال ليست إلا سرطانا آخر يفتك بمؤسسات الدولة التي يفترض أن توفر له رعاية صحية كاملة لمعالجة مرض هي من تسبب به جراء إهمالها، حتى لا نقول تخذلها. هلا صرت عامل 3 عمليات. أول عملية شلنا الغشاء بسبب بس تشيل الغشاء مجبور تشيل الرية. هلا الرية كلها شيل من شيل 100%. أنا عايش برية واحدة. بس تشيل الغشاء عن الرية اللي هو غشاء عن كيس حامل الرية حاملها. بس تشيلوا وقعت مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج، بقى جبروا يشيلوها. وتبعت علاج وقائي لفترة 6 شهور. هلا بعد العلاج الوقائي ضل اعمل كل 3 شهور سكان، وكل 6 شهور اعمل بات سكان. بعد سنة ونص شيء تقريبا سنة ونص عملت تاش تاني على العظمي هون لاني قناه ما فرضنا فسر في قناه هون عملت على العظم تبع الرقبة من الرقبة للكتف، عملت تاش صغير. كمان عملنا لقص إصال مع علاج بال 2012. عملت تاش على الريش الخامسي والسادسي بالضلع تبع الصدر، صارت تنقل على العظم. عملنا لها كمان راديشن شيء 30 جلسة وهلا عم تابعين علاج، عندي كل اسبوع عم علاج هلا. ما بخفى عليك اني لا ما عم فكر بالمستقبل لقديه بقدر انا استمر بس اضل قدام اولادي. عرفت كيف؟ ما بدي عم فكر بحياتي انا عم بحكيك من قهره. انا لانه في عالم خيره عم اقول لك، لما العالم الخيره واقف في حدي انا كل علاج حقه، يمكن علاجي ارخص علاج حقه 50 مليون كل تنين. اللي وزارة الصحة يمكن بتأمن لك إيه، بس أنا بدي أنزل على وزارة الصحة كل تنين تجيبه بمرض قبل ما أجيبه، مثل ما بتقوم بالصف أو يطلع لك دورك، أو إذا تأخرت عن بعد الساعة 11:30 أو يطلع لك إيه بكحكوته من كأنك جاي شيء 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 غنم ويوقف بالصف، يعني خلص الوقت الله معك انطاعة بكرة، يعني أنت واقف عجاك بصحتك جيدة يعني. مع صباح كل 2 يمضي باخوس إلى المستشفى ليصارع بشجاعة مرضا خبيثا، على شجاعة تتسلل لقلوب الساسة والوزراء كما تسللت شعيرة الأسبستوس لرئتيه، فيقرر أن يتخلوا عن الأمنيات وينتقلوا إلى الأفعال حتى لا يواجه أولاد باخوس المصير نفسه الذي يواجهه اليوم مع الغبار الخبيث. هذه الحلقة من تحت طائلة المسؤولية ليست سرية، لم تكشف سرا.
مادة الأسبستوس هي مادة مصنفة إنها مادة مسرطنة، يعني بتسبب السرطان، يعني جزمه. هي كارثة بيئة يعلم أصحاب القرار والساسة الآثار المترتبة عنها، ولكنهم لن يتسبقوا للحديث عنها أمام عدسة الكاميرا. طلع إنه هاي المادة بالذات بتخبط. لن يفعلوا ذلك لأنهم وإسوة بزملائهم في غير بلدان أنصتوا إلى جيوب المتنفذين ولم ينصتوا إلى أوجاع الناس. في حلول، بس إنما تضل هيك هيدي بتشكل خطر. أعزائي المشاهدين، لن نحملكم في هذه الحلقة عبء القرار تحت طائلة المسؤولية، فهؤلاء هم حتما تحت طائلة المسؤولية.